السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عمار الصايدي أخو المقتولة لبنى الصايدي التي أجريت لها عمليات في مستشفى جامعة العلوم. يعني راحت هي عشان عملية بسيطة جدا، كانت يعني ضيقة تنفس عندها، ما تسبب الدكتور في إجراء عملية لها، عملية منظار، يعني عملية بسيطة جدا كعملية المرارة لا أكثر ولا أقل، على أساس ساعة زمن وأربع أيام في المستشفى وتخرج. طبعا تكلفة العملية 4000 دولار. يعني طلعت المستشفى، راحت بعد الفحوصات بعد الكذا كذا عملوا لها العملية، يعني لا، فحصل خطأ طبي، يعني خطأ فادح جدا. في نفس اليوم عملت ثنتين عمليات، عملوا لها عمليتين في نفس اليوم، وخلال شهر ونص 7 عمليات. طبعا الدكتور أسامة أحمد السنيدار أبو عضو مجلس نواب سابق، بحكم أنه أبو عضو مجلس نواب سابق يعني بيشتغل بمستشفى جامعة العلوم بدون ترخيص مزاولة عمل، ما معيش حتى ترخيص مزاولة عمل من المجلس الطبي. طبعا انا اضطريت ان انا اسافر، انا انسان مغترب اشتغل على اسرتي، اشقي على اسرتي في الخارج، اضطريت اسافر بعد وفاة اختي في نفس اليوم عشان اقبرها خلال اسبوع واسافر. اضطريت اجلس 7 شهور لانهم ناس ما عندهمش دمم ولا رحمة ولا انسانية. اوصل لليمن يعني بيدوروا مني بحدود 18 مليون وقفوا عليها العلاج 9 مليون مضاد حيوي في اليوم، بيعطوها بمقارب 600 ألف ريال، ما كانوا يرضوا يعطوها، أعطيها أنا أرسل الفلوس يشتروا العلاج من خارج المستشفى. حصل لها كارثة كبيرة جدا، اللي حصل كارثة يعني لا تسأل. الأطباء 12 يوم بعد العملية الثانية لم يتابع حالتها، مما أدى إلى وفاتها. مستشفى جامعة العلوم بتقتل أبنائنا، بتقتل أمهاتنا وأبانا. خلال الشهر اللي انا موجود، يعني اول شهر وانا موجود في اليمن 12 قضيه في مستشفى جامعه العلوم، 12 قضيه اموات، بيعملوا عمليات ويخرجوا اموات، يدخلوا سليمين ويرجعوا اموات. انا امنيتي الوحيده اظهار حقيقه للناس، يكفي. الاطباء اصبحت عمليه تجاريه، همهم كسب الفلوس فقط لا اكثر ولا اقل. أطالب الشعب اليمني وأطالب كل أخ وكل الصحافة وكل الإعلام والتواصل الاجتماعي أن يقفوا بجانبي لتكون قضية رأي عام. أنا أطالب بالحق وبالقصاص الدكتور أسامة أحمد السنيدار وبإغلاق مستشفى جامعة العلوم لأنه أصبح أخطبوط. الناس ضعفاء والناس مساكين، ما بش من يقول الحق، وأنا صاحب حق ما أشي إلا الحق. إغلاق مستشفى جامعة العلوم والقصاص بالدكتور أسامة أحمد السنيدار، هذا ما أتمنيها الآن من الله، وحياتي كلها لهذا الشيء. أنا أريد الحق لا غير الحق، فأرجو من الجميع التفاعل والوقوف بسندي. أنا إنسان لا حيلة ولا قوة له، الحمد لله ربي واقف أمامي بالحق، وأريدكم أن تقفوا معي بالحق، ولكم الشكر. أطالب الشعب اليمني بالكامل.